هل في طريقة بسيطة نبطئ بيها الشيخوخة ونحافظ على صحتنا لأطول فترة ممكنة؟ في الفيديو ده هنشوف دراسة علمية حديثة ومهمة جدا بتكشف كيف يمكن لعوامل محددة إنها تأثر على عمرك البيولوجي وتجعلك تشعر بصحة وحيوية أكثر. معلومات مهمة وأرجو أن تتابعوا الفيديو حتى النهاية. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة وبحث علمي جديد منشور في مجلة علمية يعني اسمها نيتشر ايجينج، ودي من أكبر المجلات العلمية المتخصصة في أبحاث الشيخوخة والتقدم في العمر. الميزة البحث العلمي يا جماعة أن هو لا يعتمد على مجرد الكلام وخلاص، هقول لك كلام وانت لازم تصدقه. المواد دي مفيدة وبتحسن الصحة وجميلة وحلوة، روح اشربها، روح كلها، لا مفيش الكلام ده. البحث العلمي المنشور في مجلات علمية موثقة بيبقى معمول بباحثين مشهورين ولهم أسماء وبيستخدموا الدليل العلمي. لازم حاجة يعرف يقيسها، لقيت طريقة أقيس بيها شيء أقدر أقيس وأتكلم على القياسات والقياسات المقابلة وستنتج نتائج بتبقى قابلة لإعادة حد غيري لما يقيس يطلع نفس النتائج دي. جماعة بتوعنا النهاردة ناس من كامبريدج، ناس أساتذة كبار جدا، منهم دكتور هورفاس ده، عاوزين يعرفوا بعض المكملات الغذائية اللي أنا هقولها دي بتحسن الصحة ولا لا. كل الناس بتتكلم عليها وتقول لك ده جميلة، ده حلوة، خدها عشان هتحسن لك مش عارف الدورة الدموية، هتعمل لك ايه في القلب وهتعمل لك ايه في المخ، وكلام كويس، بس هو عاوز يعرف بقى هي فعلا بتعمل التأثير ده، هل هي بتحسن صحة الانسان، واهم من ده كله بتحسنها بمقدار قد ايه. فجابوا دراسة معمولة على اوروبا كلها على 777 شخص ولمدة 3 سنين عشان يعرفوا تأثير 2 من المكملات مع نظام رياضة بسيط جدا. الناس دي عمرها كلهم كان يعني يتخطى 70 سنة، من 70 سنة فيما فوق، ودول أهم ناس إحنا نعرف نقيس عليهم ونجرب عليهم الدراسات دي، لأن أي تأثير سواء إيجابي أو سلبي هيبان نتيجته عليهم على طول. الطريقة اللي بنقيس بيها هي طريقة قياس العمر البيولوجي. هتقول له في حاجة اسمها عمر بيولوجي وفي حاجة اسمها عمر سني أو عمر اللي هو البطاقة. في حاجة اسمها بيولوجيكال ايج وحاجة اسمها كرونولوجيكال ايج. كرونولوجيكال ايج أو العمر اللي انت بتكتبه في بطاقتك تاريخ ميلادك كلنا عارفينه، عندك مولود سنة 70 تبقى عندك 54 سنة وهكذا بالشهر وباليوم والسنة، ولكن ده لا يعبر عن العمر الحقيقي. انت ممكن تروح تشوف واحد عنده 54 سنة وتقول والله ده انه في الثلاثينات، وبرضه هي مش بالشكل يعني. واحد عنده 25 سنة تقول ده يعني الزمن هلكه، وعجوز أكبر من شكله أو أكبر من سنه بعشر سنين، أصغر بعشر سنين وهكذا. ففي حاجة بقى اسمها العمر البيولوجي اللي هو صحتك من جوه، يعني حقيقة صحتك، حقيقة مقاومتك للأمراض. هل أنت فعلا في سن الخمسين ولا صحتك من جوه تدي سن الستين ولا تدي سن الاربعين، وايه الوضع بالظبط؟ فالعمر البيولوجي ده حاجه ربنا خلقها بحيث ان يكافئ او يعاقب او يعني يؤثر على الانسان اللي بيهتم بصحته والانسان اللي بيهمل في صحته. احنا يوم ما بنتولد اكنك فاتح صندوق، خلايانا كلها زي بعضها، مولوده لسه جديد نظيفه. الخلايا يا جماعه فيها جزيئات ومركبات كيميائيه، حاجه اسمها دي ان ايه وبروتين و و و و، بتتخلق نظيفه. كل ما بيمر الوقت بتتعرض لضغوط، بتتعرض للحياه، بتتعرض لمواد يعني ضاره وكده، بيحصل عليها تغييرات، اهمها حاجه اسمها ميثيليشن، هو ده بتزيد كل ما سنك زاد. حاجة كده مثلا الدي ان ايه في اطرافه في حاجة اسمها تيلوميرات كده، بتقصر كل ما عمرك قل، اكنها مقياس لعمرك الحقيقي. قدروا يعملوا ساعات بيولوجية يعني برامج يحللوا الدم، ياخدوا منك دم، ياخدوا منك خلية، مسحة كده من اللعاب، من اللسان، من المناخير بتاع، وياخدوا الخلايا دي او خلايا الدم يحللوها ويشوفوا الجزيئات اللي جوه الخلايا بتاعتك عليها العلامات دي قد ايه. ف
فمثلا علامات الشيخوخة بتزيد بنسبة قد إيه؟ وعلامات اللي هي اللي بينقص بينقص بمدة قد إيه؟ وكل ما زادت الحاجات دي كل ما يبقى في عمرك قد كده، وكل علامة منهم بتدل على تعرضك لمشاكل معينة. يعني في 4 ساعات بيولوجية استخدموهم في البحث ده عشان يقيسوا أعمار الناس دي بدقة، ويشوفوا فعلا المواد اللي لها المكملات والحاجات اللي استخدموها في الدراسة دي فعلا عملت ايه في عمرهم. اللي استخدموهم على مدار ال3 سنين في الدراسة دي فيتامين دال، كلنا عارفين فوائده وميزاته، فيتامين الشمس، بس هل له تأثير على تحسين العمر البيولوجي؟ محدش عارف. طب إذا كان بنقول والناس اللي بتفتي على اليوتيوب بتقول طب له تأثير قد إيه؟ محدش عارف. تاني حاجة بقى، حاجة مشهورة جدا اسمها الأوميجا 3، كل الناس تقول لك أوميجا 3، زيت السمك، كل زيت السمك عشان مخك، كل زيت السمك عشان الدم، كل زيت السمك عشان صحتك، عشان طب حلو، بيحسن الصحة، بيحسنها بقى بمقدار قد إيه؟ إيه النسب؟ إيه القيم؟ هو ده البحث العلمي. والأجانب برضو الرياضة، يقول لك ممارسة الرياضة والنشاط والجري والجماعة الكبار المشي بتاع الصحة، بيحسن الصحة، بس بمقدار قد إيه؟ عاوزين أرقام وعاوزين نتائج نقدر لو طبقناها او مشينا عليها نحصل على قياسات وكلام نقدر نواجه به المشاهدين بدون ادنى تردد. والبحث زي بقول لكم منشور في مجلة كبيرة جدا، 777 شخص اتقاس عمرهم البيولوجي بأربع برامج علمية بتاعت artificial intelligence وحسابات دقيقة. هقول لهم اساميهم بسرعه عشان ده ما يهمناش. حاجه اسمها فينو ايدج، وده بيقيس مخاطر الشيخوخه العامه، يعني صحتك العامه كلها، وبيقيس الامراض المزمنه. يعني اكيد اللي عنده مرض مزمن هيبقى اللي ما عندوش عنده سنه اقل. حاجه اسمها جريم ايدج، بيتنبأ باحتماليات الوفاه المرتبطه بالعمر، يعني واحد عنده 70 سنه احتماليه وفياته ايه. برنامج صعب، انا يمكن برضو مش فاهمه شويه. في جريم ايدج 2 نسخة أدق منه. في حاجة اسمها دونيدين بادج، ده بيقيس معدل حدوث التغيرات المرتبطة بالشيخوخة. كلام تفاصيل بقى بتاع علماء أبحاث بتوع شيخوخة وتقضوا عمرهم كلهم في الحاجات دي، هم الهورفرس، ده واحد مخترع الجريم ايدج 1 وجريم ايدج 2 ده. طيب جينا قسنا بقى العمر البيولوجي بتاعة الناس دي بعد استخدامهم لهذين المكملين الغذائيين على هؤلاء المئات من البشر. طيب بصوا بقى، وإيه بعض الناس فيهم استخدموا فيتامين دال فقط مع الرياضة. انت في برنامج رياضي معين، طبعا دول فوق سن 70، مش هنقول لهم بقى يجروا 50 ساعة في اليوم واعمل مش عارف ونطط لا، بيدوهم برامج رياضية محدودة على قد صحتهم. المفاجأة بقى ان لقوا ان فيتامين دال تأثيره طفيف على العمر البيولوجي وعلى الشيخوخ. هتقول لي طب هو كده ملوش فايده؟ اقول لك لا، فيتامين الشمس ده معروف عشان تقويه العظام وعشان الناحيه النفسيه وعشان حاجات كتيره جدا، بيخش في 100 حاجه، بس كل هذا ليس له تاثير على العمر البيولوجي، ولكن هو طبعا فيتامين مهم بدليل ان هو ده اللي اختاروا من ضمن اللي اختاروهم في الايه الدراسه. طيب نيجي بقى، نسيت اقول لك ان الجرعه اللي كانوا بيستخدموها من فيتامين دال، فيتامين دي 3، كانت 2000 وحده يوميا. احنا عندنا في الصيدليات يا جماعه التركيز بتاع الكبسولات او الاقراص بتاع فيتامين دال اما 5000 او 10000، فاحنا لو ماشيين مع الدراسه دي يبقى كان ياخد يوم ويوم مثلا الكبسوله بتاعه ال 5000 وحده دي اللي هي متوفره عندنا. طيب وده ما احدثش برغم وجوده مع تمارين رياضيه، ما احدثش تاثير كبير على العمر البيولوجي. نيجي بقى للاوميجا 3، زيت السمك، كانوا بيدوهم 1 جرام يوميا، يعني كبسوله في اليوم. الكبسوله دي بتاعت الاوميجا 3 دايما كبسوله واحده كل يوم. الجماعه اللي خدوا الاوميجا 3 حصل تحسن ملحوظ في العمر البيولوجي عندهم. طيب بلغ التباطؤ الإجمالي بقى الحتة المهمة قوي للناس اللي استخدمت الاثنين مع بعض ومع شوية تمارين رياضية، استخدموا أوميجا 3
مع فيتامين دي بلغ التباطؤ الإجمالي في الشيخوخة من 2.9 شهر إلى 3.8 شهر على مدار 3 سنين. يعني إيه بقى الحتة دي؟ عاوز تركيز قوي. هنقول مجازا 4 أشهر كل 3 سنين عشان نسهل الحسابات، يعني اللي ما استخدموش حاجة كانوا أكثر شيخوخة وأقل عمر وأطول عمرا بيولوجيا بمقدار 4 أشهر كل 3 سنين. يعني لو 10 سنين اضرب في 3 يبقى سنة وشهرين، كل 10 سنين سنة وشهرين، يعني حوالي 10-12% تأخير في العمر البيولوجي. يعني العمر البيولوجي أحسن 10-12%، ودي من أكتر الأبحاث الحاجات اللي بنجيب كده، يعني نادرا ما يقدروا يأخروا العمر البيولوجي أو يأجلوه فترة أكتر من كده. نيجي بقى للنتائج التانية بقى غير موضوع العمر البيولوجي، يقول لك إيه بقى؟ حصل انخفاض بنسبة 13% في حالات العدوى، يعني مناعتهم بقت أحسن، مناعة الناس اللي استخدموا الحاجات دي كانت أفضل بنسبة 13%. انخفاض بنسبة 10% في السقوط. الجماعة الكبار دي أصعب حاجة عندهم، إن هو ممكن في الحمام يقع، ممكن هو ماشي يقع، فبيحصل عندهم كسور وعظمهم بيبقى ضعيف، والمشاكل دي بتبقى خصوصا لو ستات بتبقى مشاكل كبيرة جدا. فحصل انخفاض في السقوط، ما بيقعش، ماسك نفسه، ماسك حيله. التدخلات الثلاثة مع بعض بقى عملوا ايه؟ انخفاض بنسبة 39% في مرحلة ما قبل الضعف، قبل الوهن، عشان يوصل مرحلة الوهن ويتعب، انخفضت بنسبة 39%. أهم من كده بقى، أهم نتيجة، انخفاض بنسبة 61% في خطر الإصابة بالسرطان وأسوأ أنواع السرطان، اللي هي انفيزيف كانسر، السرطان اللي بينتشر ده بسرعة. انخفاض بنسبة 61% في خطر الإصابة بالسرطان، وإحنا عارفين يا جماعة، قلتها في حلقات قبل كده كتير، السرطان من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة. معظم أنواع السرطان، مش كلها، في حاجات بتيجي للأطفال، بيجي أو بيتزيد احتمالياته مع كبر السن. فناس كتير قوي عارفة عائلتها اللي عدي 60 وعدي 70 سنة وكلام، تبص تلاقي نسبة السرطان عندهم زادت، وده شيء يعني مشكلة، موضوع السرطان، وأنا اتكلمت عنه حلقات، اللي عنده حالة سرطان ياريت يرجع لها. اللي يعني بقى بالنسبة لنا احنا بقى، أول حاجة إضافة مكملات أوميجا 3، ده الكلام بقى اللي بتوصي بيه الملخص بتاعة البحث ده، حط مكملات أوميجا 3، كبسولة واحدة في اليوم كفاية، ما تاخدش أكتر من كده، عشان إبطاء الشيخوخة البيولوجية وفوائد صحية تانية. فيتامين د بيقول لك، على الرغم من ان الدراسه ما لقيته ما بيبطئش الشيخوخه، لكن بيلعب دور اساسي في الصحه العامه، خاصه عند دمجه مع مكونات اخرى. بيقول لك ايه تاني حاجه؟ التدريب بانتظام، تمارين هوائيه، تمارين قوه، يعني اللي تقدر عليه منها، ده بيعزز انك انت تحصل على نتائج افضل من المكملات الغذائيه دي. مفيش حتى الآن، بيقول لك إن مفيش حتى الآن إن إحنا وصلنا لحاجة توقف الشيخوخة، ده شيء لن يستطيع البشر في المنظور القريب التغلب عليه، لكن في حاجات بتبطأ منها وتحسن من صحة الإنسان بحيث يعيش الفترة اللي ربنا كتبها له والعمر بتاعه بصحة أفضل من إيه؟ مما هو عليه. طبعا الإقلاع عن التدخين، يعني أخذ فيه مكملات وفيتامينات أخرى البحث ما عملش عليه، يعني ده مش البس دول هم، ما جيش يقول لك ده هم دول بس اللي بيعملوا يحسنوا الصحة، لا، هو البحث درس الحاجات دي بس ولا لها تأثير، لكن في فيتامينات أخرى وحاجات تانية، حاجات صحية تانية، ومكملات غذائية وبعض الأعشاب الطبية والحاجات دي في أبحاث تانية. يعني مفيش بحث يقدر يعمل كل حاجة، هيبقى بحث بقى يتنشر في 1000 صفحة، ومكملات تانية وحاجات تانية ثابتة ان لها يعني فوائد صحية كتيرة قوي على تأخير العمر البيولوجي ده، ولما بيقابلنا حاجة منها ان احنا بنقولها. ياريت بقى يعني انت تقول لي في التعليقات، هل انت ماشي على الأوميجا 3؟ هل هتبدأ تاخده؟ هل تاخد فيتامين دي؟ يعني الحاجات دي ياريت لو عندك تجربة أو حاجة تذكرها في التعليقات، لأن معظم المشاهدين بيقروا التعليقات،
انا بقراها طبعا كلها، وبيقرا التعليقات، ومشاهدين بيقروا التعليقات وشوفوا خبره غيرهم فيها. ده اللي انا لاحظته، وساعات يعملوا عليها اعجاب والكلام. اذا ما كنتش عملت لايك للحلقه يا ريت تعمل لايك، واذا ما كنتش اشتركت في الحلقه، وندعو الى الانتساب الى القناه، لان القناه دي الوحيده اللي بتهتم بالابحاث العلميه، والفلوس اللي بتيجي من الانتساب دي احنا برضو بنصرفها على الابحاث العلميه اللي بنعملها في المعامل بتاعتنا. ده اللي عندنا النهاردة في الحلقة ديت، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.